مكملات غذائية عديدة يتناولها الرياضيون دون العلم بمخاطرها ودون استشارة الأطباء على غرار المكمل الغذائي هيدروكسيكيت الذي حذرت وزارة الشباب والرياضة من استخدامه كونه يتسبب في الوفاة. مختصون أيضا يحذرون من استعماله وعن أخطاره يقولون Ça reste quand même un produit où il faut se méfier. نحافظوا روحنا منه. Il faut consulter un médecin et il faut le consommer modérément. Après, si l'organisation, on va dire, de santé, تعديل ولا وزارة الشباب والرياضة تتوصل لنتائج basées sur des preuves scientifiques comme quoi il faut interdire un produit, et ben en gros, il faut l'interdire. Et inscrire, il consommer un complément alimentaire, il doit voir son médecin. Oui, chouf, est-ce qu'il a des allergies ou il n'a pas des allergies. Déconseiller de consommer ce genre de produits, il donne un cadre, on fait la perte de poids d'une manière naturelle. Parce qu'il faut savoir que pour brûler la graisse, il faut brûler des lipides. حظر استهلاك مكمل هيدروكسيكيت جاء على خلفية آثاره الجانبية التي قد تدمر خلايا جسم الإنسان وتتسبب في مشاكل عديدة كفشل في الكبد والصرع. هذا الهيدروكسيكيت هذا المنتج الأمريكي أنه في الهدف تاعو يخفض من الوزن له خطورة ولقاو عدة أعراض وعدة مضاعفات خطيرة تأثر على جسم الإنسان وتدمر خلايا جسم الإنسان من بينها السكتات القلبية لكن هي أيضا بالضرورة تسبب مشاكل في الكبد مثال تسبب الإنسان جيهم بوسفاير ولا جيهم إيباتيت التهاب في الكبد أيضا تسبب مشاكل في الرأس بروبلام نورولوجي في الأعصاب قد دير لنا إيبيليبسي اللي هو الصرع نحذروا من الاستهلاك المفرط والاستعمال العشوائي لهذه المكملات الغذائية دون يعني استشارة الطبيب خاصة مخصصة للرياضيين وخاصة مخصصة لرياضة كمال الأجسام. فوائد لهذا المكمل الغذائي تقابلها مشاكل عديدة في جسم الإنسان ما جعل استخدامه محظور في الجزائر وهو الحال لكل المكملات الغذائية التي يجب ألا يكون استعمالها عشوائي دون استشارة الأطباء أو مدربين الرياضة لأنها تشكل خطر على حياة مستعمليها.